تنامون؟ ها؟ شلون تنامون؟ عال والله عال البطانية. بس هاي البطانية تنامون عليها؟ السلام عليكم. احنا نشكر الموصليه اللي هي مواصله النازحين والمعارك داخل المدينه، واناشد قائد عمليات قادمون يا نينوى بفتح لجنه تحقيقيه حول مصير 85 رجل من كبار السن، واحنا بدورنا الحكومه المحليه لقضاء الحظر نزكيهم، وكانوا متواصلين ويانا يزودوننا بالمعلومات الدواعش، ولدينا وثائق واغلب الناس المضحين من الارهاب اللي انفقدوا، اكثرهم مضحين من الارهاب، اللي رايح اخوه واللي رايح ابنه واللي رايح له زلمتين واللي رايح له ثلاثه، يعني اكو عائله واحده ما عدا الشايب باقي، خمسه بس الشايب مالهم باقي. والله انا من ناحيه زمار قريه الخراب العاشر. شو وقت طلعت؟ والله صار لي ثلاث سنين نازل. ثلاث سنين نازل بهاي المكان؟ لا والله متنقل من مكان لمكان. يعني من اي منطقه اخر؟ اول من طلعت وين رحت؟ بعدين وين رحت؟ اول من طلعنا على على الفرز بتشوف. اي. بعدين تنقل، يعني كل ما يجينا غصب نتحول من مكان الى مكان. بس اخر مره شو كنت جيت جاي؟ والله تقريبا صار لي خمس ايام سته. من اي منطقه جيت؟ من جريت الزنازل. من اللي ايش محتاجين؟ شو تطالبون انتم؟ والله ناشد الحكومه بان توفر لنا المساعدات، ما نريد منهم كل شيء. انتم مناطقكم مو محرره؟ محرره. ليش ما يرجعون؟ ما يرجعون، ما اعرف ليش ما يرجعون. طالبون انهم يرجعون؟ اي نطالب انهم يراجعون. واحد مو مثل ما بيته، انتم شو مقدمين لكم؟ شو يقدمون لكم؟ شو يقدمون؟ يقدمون لنا بس الاشياء. انا صح من علقه الحين عوايلنا. بس احنا قاعدين نعصب لا فرش لا كل شيء، لا اغطاء، وايد جاي كلها. جال ونسوان كلها بلا فرش ولا كل شيء، قصرنا اليوم اربع ايام. شلون تنامون؟ والله نام عصب، هاي صبه شوفها عصب النام. لا حد مرنا لا حد وصلنا، يوصلوننا بس هنا قدام الكاميرا يصور شويه ويروح، هاي المساعدات داعش بزعونا على القدا. سفري مش حاطين نبي. هذا بس هو القدا بطرق وينطينا. من اي منطقه؟ احنا من ابو ماريا، من منطقه تل العفار. اسمه انهزمنا من عده اسمه الكسك وما كسك وجينا لجنب. ليش مرقه؟ والله صارنا يجي تسع ايام من قاضي يطلعون ليش مرقه ليه جاي، وهاي صارنا اليوم اربع ايام هي انا بهاي الجملانات، ولا حد طلع ولا حد جي علينا ولا كل شيء. محتاجين شو تطالبون؟ والله نطالبهم يجيبونا فرش ويجيبونا اغطاء او يحولون على المخيمات يلقون لنا حل، يعني ما يصير هيك هاي العوائل كلها بلا فرش ولا قطع. انا من منطقه بادوش، منطقه الزنازل، غرية الزنازل. شو وقت تحررتوا؟ شلون جيتوا الايجار؟ والله طلعنا بالليل، انهزمنا هزيمه بالليل. يعني انتم هم انهزمتوا ما تحرروا؟ اي نعم. ما شافوك الدواعش؟ لا بالله ما شافونا، والله فاتوا بعد عنا 50 متر ما شافونا. حالة لا سمح الله لو شافيكم شو سويتوا؟ 100% يقضون علينا. زين هسه انتم صار لكم كم يوم هنا بعد؟ صار لي ست ايام هنا. ست ايام. لا فراش ولا بس مجرد غدا جابوا البارحه، اليوم ما لحنا السرعة على الغدا لان جماعتنا للمخيمات طببوهم جماعتهم على الباب والغيرهم طببوهم استلموا الاكل وراحوا، فاحنا ما وصلنا السرعة. يعني شنو بس وجبه غداء تجيكم؟ بس وجبه غداء. ضيوف عشاء؟ لا ماكو لا غدا ولا عشاء ولا مسؤول مرنا ولا احد قال يا هذول ترتشف هذول الناس طيبين لو ميتين. والناس قاعده تنام على الصبه. من العياضيه؟ وين السبب؟ تلعفر تابع تلعفر. شو قد طلعتوا انتم؟ طلعنا صار لنا 10 ايام من طلعنا من قاد. يعني تحررت المنطقه لو لا نزحنا انهزمنا على البيشمركة. ما شافوكم الدواعش؟ لا ما شافونا، كانوا مناسبين كماين لنا. وما لحقوكم؟ لا ما لحقونا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هسه شلون صار لكم كم يوم هنا بهاي المكان؟ والله ست ايام سبع ايام صار لنا هنا بهذا المجمع. شو
قدموا لكم الحكومه سووا لكم جو شافوكم المسؤولين؟ والله بس انطونا سله غذائيه وفقط بس هذه. احنا زاد بل توسر رحنا عليهم ثاني انطونا. شلون تنامون؟ والله ننام على هذا الكرتون تشوفون هذه موجوده على الكرتون ننام. يعني ما جابوا لكم فرش شيء؟ لا ما جابونا. مسؤولين ما حذرنا ابدا. شو تطالبون انتم هسه؟ ايش محتاجين؟ نطالب الحكومه اقل شيء مطالبات ضعيفه لو بس فراش ننام عليه. بطانية ناشدة الحكومة ناشدة. يعني صار لك تقريبا 6 أيام أكثر كذا تنامون على هذا؟ إيه نعم والله. كم نفر أنتم؟ أربعة. أربعة؟ إيه نعم. على هاي الكرتونة؟ على هاي الكرتونة والله. الله يكون بعونكم إن شاء الله. جميعا. من منطقة البار نزحنا ليا جاي. شو وقت طلعتوا؟ والله صار لنا 3 سنين. 3 سنين ساكنين بهذا المكان لو وجه؟ اي والله بالبار ساكنين. وين؟ سكننا بالبار من نزحنا. اي وجاكم نجا؟ صار لكم كم جيت نجا؟ صار لنا 5 6 ليال جينا. ليش وما طلعوكم؟ يعني قالوا لكم لا تروحون على المخيمات؟ احنا جينا ليجا. جيتوا ليجا. يا حجي شلون تناموا؟ ايش تاكلون؟ ايش تشربون؟ لا والله رعنا. اي؟ لا كنا رعنا. ايش محتاجين؟ شو تطالبون الحكومة؟ أحد على الطالب هالسعانة أريد منامات وأريد خيمة نقعد بيها. ما أعطوكم خيمة؟ لا ما أعطونا لسه. شلون كتاب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو شبيه الحمد لله على سلامة أول شيء؟ الله يسلمك. شبيه الولد؟ أنا مريض. صار له سنة مريض، عنده التهاب بالدماغ. وهناك أروح عليهم هذول الكلاب الدواعش، ما حد يلبي لي طلب. أقول لهم سوي لي كتاب تريد أطلع مثلا على أربيل، على بغداد، ما يلبوا لي طلب. أنتم منين؟ من الحضر؟ إحنا من الحضر. شلون جيتوا لي جاي؟ شلون تحررتوا؟ والله جينا لي جاي تحررنا والحمد لله. الحمد لله. والله صار ضرب وصار هذا ما يقدر يركض، على ما أنا ما عندي لواء ما يمشي. شلون طلعتوه؟ طلعناه زحف طلعناه شيل شلناه وهديناه وهو ما يقدر والتوت رجله انكسرت. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. زين هسه صار لكم ايش قد بهذا الجمال؟ صار لنا 6 أيام. ايش محتاجين؟ ايش تطالبون؟ اي والله نطالب دحك على حالتنا. زين هذا ابني دحك علي، هذا مال هيجي؟ هذا ما مال هيجي. يعني اريد لي مكان يريحوه. اريد يعني مثلا هم يعالجونه. احنا يلا خلصنا من هذولاك. زين اكلكم شربكم هنا شلون؟ لا الحمد لله. يجيكم واجبات؟ لا ينطونا، بس عشاء لا ما ينطونا. بس غدا؟ بس غدا، تريوقة ما ينطونا. زين المي مالكم شلون؟ لا احنا الشرب؟ المي والله ماكو مية. مي ما ينطونا. شو الشرب؟ من هاي الحنفيات. هسه انتم ايش محتاجين من الحكومة؟ شو تطالبون بالله؟ اي والله نطالب يدعقون علينا، نريد نقعد بمكانات نستقر، يعني نريد لنا خيم. فراشات ما شو ما عندنا كل شيء ما نطالب. تنامون علقة؟ اي والله علقة. كل شيء ما سوينا مسكن. ما شاف ما جاكم مسؤولين داراتكم ما حد؟ شو رايكم؟